يشارك مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس في المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واللذين سيعقدان في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، عضو الوفد المشارك. بعد التحية سعادة الدكتورة، نرحب بك في نشرة الثالثة. ما هي أبرز المحاور والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال أعمال المؤتمر 11 للرابطة ومنتدى الحوار البرلماني في الرباط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم بالخير واشكركم على هذه الاستضافة. هذه المشاركة البرلمانية تنقسم إلى فعاليتين. الفعالية الأولى مؤتمر الرابطة، واللي سيشهد مشاركة واسعة من أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية بالدول العربية والأفريقية، وسيناقش محاور مهمة من أبرزها موضوع التعاون والتضامن العربي الأفريقي باعتباره دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مناقشة موضوع يتناول دور الشباب والمرأة في السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة. وبإذن الله سيكون لوفد البحرين مشاركة في هذان المحوران. بالنسبة للمشاركة الأخرى فهي لمنتدى الحوار البرلماني، والذي سيبحث دور مجالس الشيوخ والشورى في تعزيز التعاون والمبادلات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بالإضافة لمناقشة موضوع العدالة المناخية والصحية ودور المجالس في هذا الموضوع اللي يمثل أولوية عالمية لدى مختلف البلدان. وأيضا ستكون هناك ورقتي عمل بيقدمها إن شاء الله الوفد في هذا المنتدى. أود أن أشير أيضا إلى أهمية الفعالية كونها تعتبر قمة برلمانية لمشاركة عدد كبير من رؤساء البرلمانات، ومن المؤكد أنه يعني بيتم عقد العديد من اللقاءات الجانبية على هامش الفعاليتين من قبل وفد البحرين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح مع عدد من رؤساء المجالس التشريعية، واللي سيركز النقاش في هذه الاجتماعات على تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وبين هذه البلدان في المجال التشريعي والاستفادة المتبادلة نحو تطوير أدوات العمل البرلماني بما يخدم القضايا المحورية. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المشاركات سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، عضو الوفد المشارك. شكرا جزيلا لك.